التوندونس ما بين بلينا كلنا قاعدين نتشاهيو من ريم وعبد الجليل. وقبيله فاتك الحديث على عبد الجليل يبوت على الماكله سخطو الماكله الزمنيه على هذيك المقرون. انا لا انا عندي اخواتي يعرفوا يطيبوا بالباهي. وانت ليه فريد وسعيد شكون؟ انا نطيب كثير من ريم. لا نعرف نطيب انا. احنا نقولوا كي اما ما نعرفش علاش اكبر لي شيف في العالم اكثرهم رجال. اكيد فما ما ينسى تحسب بزايده طماطم بنقص منها حتى بتحسب فيها مادين. المراه الراجل يعطيها دوزتها. سي دي بون والله تحمل لا لا بالعين والراجل كي يبدا قرا دونك كل شيء بالمليكه. لا صحيح غير قابل للنقاش. غير قابل للنقاش. نرحب برامي بن سليمان المختص في صناعه الحلويات. كيما ريت احنا قاعدين نحكيو الصغار حفظ الصحه ولينا نبعدوا على الحاجات اللي تكون امبالي اندستريال. دونك على ذيك نستناك باش تعطينا الغوسيت صحيحه نتاع كيك يكون نظيف وسهل خاصه للصغيرات. اي مرحبا بكم. وبالنسبه لليوم باش نحضروا الكيك يبدا بنين وفاوح وكل شيء. نعملوا 500 غرام دقيق. انتم الرجال بالحق كما قال هو تحسبوا ولا بالعين؟ ما نحسبوش احنا. معناها احنا طلعنا اللي نحسبوا. انا في بالي بيك دايخ من الاولى ما قدرت. لا يلزم يساند عبد الجليل هو معناها. صاحبي هذه سامي. ناخذوا 500 غرام زبده عليها 400 غرام سكر سيمول. نعملوهم في الباتور نتاعنا ولا في الكالوت تكون اون بوماد مع بعضهم يدوروا بشويه بشويه ومن بعد نزيدوهم بشويه العظم اللي هما 7 كعبات عظم. من بعد نزيدوا انت ساعات تنجم كما نقولوا احنا باش تزيد تفوح الكيك نتاعك باش يجيك بنينه تنجم تحط له زيست سيترون في اللول نتاعو تنجم تحط برشا عبيدك اللي يعملوا زيست اورانج ويخليوه ويخبيوه يشيحوه يشيحوه معناها لازم تحط فيه شويه زيست سيترون وزيست اورانج. بعدك تحط الزبده نتاعك والسكر الحرش يدوروا مع بعضهم معاهم 7 عظمات. من بعدك تزيد توزن 400 غرام فارين عليهم 10 غرام خمير. هذيك تكون خميره عاديه ولا خميره عاديه ليفير شيميك. من بعد تحضر المول نتاعك تقريسها وتحط في الكويسون بعد الفور نتاعك في 150 وتقعد 7 دقائق. وهكا تحصل معناها على الكيك نتاعك. اي هو الروسيت باهيه ما كان نزيدوا كان جاو الصغار يحبوا ياكلوا الزبيب باهي للصغار الصحه اي سيرتو في الريفيزيون اي تنجم تعملوا ومخك نتاع ديما مهمه اللي يحبوا الكيك هذا يزيدوه الزبيب. فما كالخوف ما بين الزبيب اللي يهبط في القاعه اسكو فما استوس ما نعرفش فارينه ولا تنفخ اش تعمل باش يقعد في وسط الزبيب باش يقعد معناها في الوسط يدي قبل ما تيخو معناتها باش تخدم به تنفخه قبل بالنهار باش يشرب الماء نتاعو باش يولي خفيف فهمت. وقبل ما تحطه في الكيك نتاعك تعمل له شويه فارين هاك طلعت موالفه شويه في الكيك هاكا كاريتي عبد الجليل هو حتى كان الزبيب كان حتى نحطوه في المقل بليس يطلع يابس من بعد كراو كي تحطه في الاول يلزمو يتنفخ انا نعرف كان ناكر ما فهمت حتى شيء لا في جربه الزبيب يطيبوه هاك في جربه ريم يعملوه أكلة العروسات جربيه أنت؟ آه راجلك جربيه. الأكلة نتاع العروسات مش كسكسي هي مرقة قرعة. مرقة الأكلة الرسمية الأك ما يطيبوش كسكسي في العروسات يطيبوا مرقة قرعة تقول حماتي الله يرحمها يضرب عليها الطبال معناها الحم وحمص وبصل وقرع معناها مرسوات كبار وبرشا زبيب دونك وهكا ما نقول تو مرقه بالله في عرس اش باش مرقه راهي وخبز الكل ويتغشوا كي ما تاكلش المرقه هذه مرقه قرع ما حتى مرقه قرع يقول لك نهار العرس وقت الفطور ياخذوها هذه لا هذا معناها نهار اللي باش تروح العروسه ياك مرقه وتطيب في دار العروس ودار العروسه يعني في البلايص الكل كسكسي تو ولاو يزيدوا الكسكسي ويطيبوا المرقه هذه وشبع زبيب بعد بنحكي لك ويطيبوها اللي يتفرجوا علينا الكل اللي يتفرجوا علينا الكل في نسمة كويزين تنجموا تدخلوا على الانستغرام نتاعنا نسمة كويزين والا على الفيسبوك ولا على السيت تحطوا لي كومنتير نتاعكم وتحطوا اضافاتكم تحبوا تحطوا شنو تحبوا تعرفوه اكثر وحلوه اللي احنا كل مره جهه يعطيونا دي بروبوزيسيون دونك قلنا نعاودوا فيت في مقادير الكيك نتاعنا ب 500 غرام زبده عليهم 400 غرام سكر احرش يكونوا اون بوماد ومن بعد بشويه يتركضوا مليح مليح يتركضوا بشويه بشويه 7 عظمات وتزيد 7 عظمات ومن بعد 400 غرام فرينه و10 غرام ليفير شيميك 10 غرام ليفير شيميك سهله برشا ومن بعد من الفوق تنجم تعمل لي بيبي شوكولات تنجم تعمل
السيريز. انت وشنو تحب الكيك نتاعك كيفاش يكون؟ عبد الجليل يفطر به الصباح هذا تاع نعمل شكون دخلني في الكيك انا وتنجم زاد كان تحب ويجيك فيه وحوايج تعمل تحط فيه شويه قرفه يجيك بنين على الاخر. اي القرفه سخته في البيست عندنا في خدموا بها وصحيه وعلميه صحيه. ليه خاطر من قبيله هو يحكي وانت مش تدخلنا على الكيك. لا تو جاي يحكي ما جابش فيديو حتى طرب كيك ما نجي. طيب تو جبت ما نجي. اي لا بروشين كي يحكي على حاجه يذوقنا المره الجايه جيبها في يدك وعاود استدعاني. هو يجيب فيها الماكله استدعاو عبد الجليل. مرحبا. شكرا لك رامي مختص في صناعه الحلويات. كنت تعطينا النصيحه لحفظ الكيك اسكو خليوه لبرا نغطيوه باش يقعد والا في الفريجيدير في الفريجيدير. احنا ديما الحاجه معناها باش تقعد معناها ديما لابس عليها ويزمنها تبرد بالكدا معناها كي تيب معناها في الفور وياه مش حاجه تبدا سخونه شويه وانت تسكر عليها فاسيل معناها باش تعمل صحيح ينادي ويصوف ينادي ويصوف حتى الجو نتاعو يتبدل خليه يبرد من بعد ديما في حاجات فريغوفير تبدا معناتها مسكره وتقعد لابس عليها تقعد قد ما تحب انت. شكرا لك يعطيك الصحه. دونك كما شفنا انه العالم هذايا نتاع الاكل والماكلات فما موروث ثقافي فما اللي كنت تحكي عليه التراث اللامرئي التراث المادي برشا ناس توا ولاو يرجعوا الاكلات نتاعهم ومسابقات ثقافيه. احنا يمكن في تونس كي باش نعرج على حاجه بس حكينا على الماكله خاطر باش نكملوا حديثنا على الثقافه والماكل الاكل هو ثقافه فما شكون كل شيء ثقافه اكزاكتومون. يقول لك مثلا كي تسافروا في بلدان الخارج باغمي الثقافه اللي ينشروها ثقافه الاكل عندهم خبزهم الخاص اكلتهم الخاص. يقول لك تونس عندنا اكثر من 30 ولا 40 نوع نتاع خبز لكن للاسف تلقانا نستعملوا في الباغيت. اكزاكتومون. احنا والجزائر والمغرب نتعاركوا على الكسكسي شكون الكسكسي نتاعو هو يعني اكله بربريه. انا اعتقد انه يلزمنا ان نسوقوا لاكله الكسكسي لان يعني كل السياح اللي يجونا يعني يبهرون بهذه النوعيه. بالنسبه لمساله التنوع نتاع الخبز وما الى ذلك احنا الشعب معروف يعني كل مره يجونا شعوب وافده ويجيبوا ثقافه الاكل نتاعهم من كل انحاء العالم على مر التاريخ وبالتالي ما تلقاش نوع نتاع خبز اكل يمثل تونس ككل. ربما الخبز نتاع التابونه اللي معروف به باعتبار اكل الاله خلينا نقولوا التابونه هذيك اله بربريه قديمه وكنا نستعملوها لطهي الخبز. لكن انا شو نقول بالنسبه لحكايه الباغيت هي اكل حاجه الخفيفه اللي دخلت في التراديسيون نتاعنا اللي ماهيش مكلفه زاد الباغيت ما مش غاليه برشا لكن دعمه انه شوف اي حاجه ارتيفيسيال ديما راهي فيها يعني نواقص وفيها سلبيات. الحاجه اللي ماهيش طبيعيه هي اللي لازمنا نقبلوا عليها. الحاجه اللي ماهيش طبيعيه تعرف انت توا راك تشوف الماكينات توا السيد كان يحكي على الكيك هذا اللي كمل ما فهمت حتى شيء اما بكله تحسه فيه دي برودوي شيميك وكله ارتيفيسيال بكيفيه انه تنجم تتلذوا لكن هل هو ينفع؟ هو هذا السؤال. هو في الفارينة. احنا معناها والله انت قبل ما تصرح حكيت عليك على الفارينه على الفارينه باش نرجع مع رامي كمختص في الاكل برشا المختصين في الحلويات يقولوا مثلا الفارينه في تونس تاثر على الكاليتي ما عندناش الفارينه الباهيه يقول لك البرا ولا تشرب ولا شنو تنصحنا اي على الفارينه هوني كي باش نحضروا كما قلت مثلا الكيك كيفاش نختاروا الفارينه اللي هي تريز امبورتون كما قالت ريم اللي ديما تختار معناها الفارينه اللي تكون هي احسن حاجه معناها من غير ما نقولوا النوع اما كيفاش نفطنوا بها الفارينه بجودتها من الاول بجودتها كي تمسها معناها في الاول وساعات تلقى الفارينه بيضه وساعات تلقى فارينه كحله فهمت ساعات كي تشد فارينه تلقاها سوبل في ديك وساعات تلقاها ما هي السوبل علم كامل هذه الفارينه مش بالفارينه دونك اختصاص كامل معناها. نشكرك جدا رامي بن سليمان المختص في صناعه الحلويات بيان سور النصائح الكل احنا نمروها لكم.